المتكبر مالوش كبير، ليس له كبير، هو فاكر نفسه دمه مش من دم الناس ولا الطينة بتاعته من طينة الخلق، هو كبير نفسه. عشان كده يعاقب يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل في الدنيا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الترمذي وحسنه وأحمد وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الناس. الذر اللي هو الهباء، اللي انت لما تشوف شعاع الشمس كده تلاقي ايه الذر طاير كده، ادي المتكبر اللي ما كناش عارفين نكلمه ودايس علينا كلنا ثاني عطفه طلع عضلاته وبيبص العضلات يمين وشمال وهو ماشي وما كناش عارفين نكلمه في الدنيا، يحشر يوم القيامة كمثل الذر بنقيض ما كان يفعل، كأمثال الذر في صور الناس. يدخلون سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، مش نار عادية، نار الأنيار أصعب نار في جهنم، نار الأنيار. أكلهم من عصارة أهل النار يسقون من طينة الخبال. فالإنسان إذا وجد طريقا يؤدي به إلى الكبر ينبغي بمنتهى الحزم أنه يقفله. أنا رئيس مؤسسة وعندي عمال، أول ما السيارة تقف يجري الراجل ويقوم فاتح الباب وينحني وياخد منه الشنطة، وده يجري قدامه وده يجري قدامه، والكلام ده لو ما عملش كده يرفده، يعتبر ان هو قليل الأدب، ما بيراعيش الاتيكيت ولا البروتوكول ولا الكلام ده. إذا كان الداء ده موجود عندك تخلص منه، نصيحة يعني تخلص منه إذا كان الداء ده عندك. لا، شيل شنطتك بنفسك. ليه يعني؟ أنت أكتع، ما تشيل. ياما ناس كانوا في السماء نزلوا في الأرض، كان الواحد منهم لما بيدي بقشيش ولا حاجة يدي بالألف جنيه أيام ما كان أرنب. ألف جنيه ده كان أرنب في يوم الأيام، طبعا ألف جنيه دي أظن ما حصلش كتكوت دلوقتي ولا لهاين، والأستك أظن كان باكو زمان ألف جنيه، ولا الأستك دلوقتي ولا له بتاع، الأستك دلوقتي بمليون جنيه ولا حاجة. فأنت لا تؤمن يعني أنك كنت فوق تنزل تحت، وتكون نجاتك يوما من الأيام على يد هذا الرجل المسكين، هذا الرجل المسكين.